شارك عدد من قاده الدول الخليجيه والعربيه ومن العالم في تقديم واجب العزاء الى صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان الشقيقه بوفاه صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وذلك في قصر العالم بالعاصمه العمانيه مسقط حيث اكد القاده ان العالم فقد برحيله قائدا حكيما كرس حياته لخدمه وطنه وشعبه وقضايا الامتين العربيه والاسلاميه